السلام عليكم. معاكم اخوكم عبد اللطيف عبد العزيز الشارق من صناعات الغانم. اليوم انا اكلمكم من احدى مرافق صناعات الغانم. عندنا تعاون مع هلال الاحمر، نذهب سلع اساسيه للاسر المحتاجه في الكويت. طبعا هذا تبرع سنوي من قبل الشركه، ويجسد سياسه اساسيه للشركه، وهي ان الغانم جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي. يسعدني ان عندنا اكثر من 45 موظف قاعد يشاركنا بهذا العمل الطيب. وفي الختام اود ان اتشكر من هلال الاحمر على كل ما يسوونه، وصراحه يظلون مفخره للكويت. وشكرا والسلام عليكم.